مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين 2.5. الموسم الجديد اللي قلنا أربع حلقات هتكون على مستوى ليبيا. اليوم ضيف جديد، ضيف كلكم تحبوه، ضيف فجأة طلع للسين الليبي في فترة قصيرة دار جمهور كبير. حلقتنا اليوم معنا حمزة أرجي راد بريك. حمزة مرحبتين. مرحبتين. قبل أنت مفروض معنا في نهاية السيزون الثاني والكورونا يا معلم. كورونا. شن جو الكورونا معك؟ والله هي مشيت فترة ومشيت هي قاعدة، بس تعتبر فترة الأصعب مشيت وبقى جوها تغيير. شن اللي تغير في حمزة في فترة الكورونا؟ في فترة الكورونا أول ما جت الكورونا أنا كنت هنا، كان في خدمة هنا وكانت في خدمة في طرابلس. أول مرة تلاقوا توه؟ ما لحقناش نتلاقوا المرة هذيك، وأنا بعتالي اليوم اللي بروح فيه كلمتك كان عندك تصوير أنت وكي ما لحقناش نتلاقوا. فكانت في خدمة أول ما جت الكورونا، أنا كانت الناس كلها هوس خوف وكي واحد قعدت نتفكر فيها، نقول للأولاد نقول ما هذا وقت اللي نخدمه فيه مفروض، لأن ما زال بعد فترة حتتسكر أكثر. في اللي صدقني في اللي ما صدقنيش، أنا لحقت خدمت فيديو وتراك بعتالي تسكرت الدنيا. لما تسكرت رجعت فيها البناس، رجعت كلامي الناس بحي طبيعي اللي كنت نخدم أنا وياهم في الفترة هذيك. بعتالي مشيت قعدت فترة في الكتيبة. شو الإضافة اللي ضفتها لك يعني على الصعيد الفني؟ و مبدئيا كل الناس اكثر حاجه استفادوا منها انه يقربهم العائله و نحن واحد انا واحد من الناس هلي ما نشوف فيهم بكل يعني، بس فتره الكورونا زاد التواصل بيهم. قرب العائله بالضبط. وعلى الصعيد الفني، على الصعيد الفني كانوا في عندي مشاكل، كي مش مشاكل ما كنتش نشوف فيها مشاكل، كنت نشوف طبعا اي واحد يشوف روحه تام في خدمته. بس اكتشفت حاجات في الكتيبه هي لما تعطل في الكتيبه بيومات، نقول باليومين بالثلاثه اكتشفت حاجات في نفسي، اكتشفت حاجات تانية طورت. ما خلتكش تزيد تسمع ساحات أكتر، تسمع تكتشف رابرز جدد في اكتشفت العالم. اكتشفت سين سوداني. من أكثر مش من عرفش راب سوداني قبل. من أكثر حد يعجبك سين سوداني؟ والله يا سامي ما نحفظش هلبة باهي، بس في ولاد أغاني. في ولاد عنده أغنية اسمها بابلو، اسمها بودا. شراوت بودا ان شاء الله يكون بودا. شراوت بودا تراك هذاك اول تراك نسمع عليه، بعتلي تبعته قاعد نسمع في موزيك بودا من جروب اندابا ومن رابرز. والله ما عنديش فكره، بس ما فيش صفحاتك يا حد، ما لقيتش صفحات حدك يدرس لي على الراب السوداني، بس من اقوى السين. اي سين قوي وطلع فجاه التوب في الوطن العربي. اي طبعا التوب 3. تحياتنا لاخوتنا في السودان، صدق هم عندهم سين محترم جدا، وفيه رابرز كبار عندهم فليبتر، عندهم تو دوب، عندهم ما نبيش ننسى اسامي. الفترة هذه فيه تطور بي. طبعا تطور طبعا خاطي سين سوداني انت قلت لي لما كنت نحكي انا وياك قبل التصوير، قلت لي جريت اكثر، خلتني نكون مطلع اكثر. شو الحاجات اللي يعتبر يعني انفتح لك فيهن بيبان لما في فترة الكورونا وطلعت عين أكثر؟ زي أكثر حاجة قعدت نقرأ لها التاريخ. تاريخ من جميع النواحي، من حروب، من أزمات، من حاجة. أكثر حاجة ركزت عليها هي الحروب والأزمات في العالم المجمل فعلى هالبع عصور. ليش الحروب والأزمات؟ نحن كنا في أزمة، كنت بدي نعرف أمت تبي تشوف تاريخياً تمام، بس نبي نعرف كيف الأزمة دي كانت حتمر وكذا. فادني الموضوع في هالبع حاجات نعيشوا معها اليوم في كورونا وكي، وانا كنت يعني حتى ما نعرفهاش انها بتصير، نعرف ان في حاجة قريبة عليها. انا شبه التاريخ يعيد نفسه، فهمت؟ هلبة حاجات هلبة حاجات يتعود. جميل جدا ان نطلع من قصة كورونا، انا واحد من الناس مضايق منها. بداية حمزة أرجي، هل في طفولتك كنت تسمع في راب واجد ولا الموضوع جاء بالصدفة؟ هو اسمع الفترة اللي طلع فيها راب في ليبيا، انا سمعت الراب بداية أول ما طلع في ليبيا ما كنتش نعرف راب ليبي. كنت نسمع بأسامي ناس تغني بس أغانيهم مش موجودة زي تاني. مثلا طب زي دبل زيرو هكي مش عارف أسامي، والله نسيت هالبنت بس ما كنتش نسمع راب ليبي، حتى لو سمعت هنسمع عند حد ومش أغنية كامة هكي. فكنت أتفرج على MTV قبل. MTV طبعا كان إمينيم
الزيولي مسيطر في الفترة هذيك وهو التوب في الفترة هذيك طبعا حتى توه بس الفترة هذيك إيمينيم كان ظهور عالميا كان منتشر بشكل كبير وينتج بشكل كبير 50 سنت The Game هذه الحقبة كانت متاحهم هم شنو السبب اللي خلاك تغني راب في الفترة يعني ليش خذيت الخيار؟ كانت عندي الكتيبة نكتب قبل ما أغني راب نكتب شنو شعر خواطر نكتب شعر خواطر أغاني كنت نبي نغني بقى الصوت ما مزعج فهمتني فقعدت لما قعدت نسمع فراب ما خطرش ملاقية من أول مرة نشبع حلبة ناس يقولك أول ما سمعت راب نبي نغني ما عجبنيش أول مرة الراب أنا سمعتها بالسيف مرة اثنين ثلاثة بدأت نتبع في الموضوع شنو التراك اللي خلاك تسمع راب؟ التراك اللي خلاني نسمع راب والله ما نتفكر اسمه بس تراك لإيمينيم هو راح كان يعرضه في فيلم تي في التراك هذا قعدت ما نحسبهاش راب بس نحب التراك هذا كنت في فيلم تي في الساعة 9 ل 10 الصبح تجيبه في التراك وقت ثابت كان ما نفكرش فيه مو في وقت ثابت تجيبه فيه نفتح ونستنى ونتفرج على التراك كان عندي مؤيد والخالد انه جاء له تحيه مؤيد حديده تحيه كان يغني راب في الفتره ديك مؤيد ساعدني في فيديو كليب 16 بار بتاع الماد صورناه في حلبة الملاكة أنا تعرفت عليه في اليوم أذكاه بصدق تحياتي له أنا الرجل هذا يعز علي واجد ومن الناس اللي يعني من الناس اللي موجودة من زمان في السين الليبي يعني وبصمتهم موجودة فهنا تقدر تقول من أكبر الأسباب اللي خلاني أخش الراب أو وراني الهيب هوب كالتشر مؤيد فهو اللي قال لي إن هذا راب أنا كنت أسمع في الأغنية ما نحسبهاش راب هيك كنت قصدي عادي نشوف فيه نسمع به إنه أوكي راب أوكي بس ما كنتش متطرق للموضوع بدأت نسأل فيه نشوف هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء أغلب الوقت كان يدهم فيه ويجاوب فيه بس في حاجات كان قصدي أنت مش لازم تعرف الحاجات هذه قصدي مش ليك فهمتني مرات كان ما يجاوبش فيه قعدت تكي فترة فضول زاد عندك قعدت فترة لأن سمعت بالتي لما سمعت بالتي ديك ممكن تكون البداية الفعلية اللي خلتني نقول حي في راب قوي عربي مع احترامي للناس اللي سمعها ذاك الوقت يعني حتى ليبيين بس نشوف فيهم شنو نشوف فيهم بيت حلو فلو ما فيش كلام طبيعي جدا عادي ينقال حتى في مربوعة ما فيش الليركة ذاك المتعوب عليه شو اللي شدك في بالتي أكثر شيء مواضيع إنه هو يركز على موضوع ذاك الوقت كان الراب زي ما تقول هو هذا نوع من الراب الفري ستايل لما نغني لك على هالبحاجات في الأغنية بس هذاك الوقت في ليبيا ما كانش في حد يدير لك تراك تام على ستوري تيلينج وقصة ماشية من الأول كان بالتي عنده الميزة هذه وبداية وسط ونهاية هذا اللي خلتني نتطرق للموضوع أكثر بعدين في حاجة طريفة شوية هيك صارت في تاني ولا تالت أغنية نسمعها لبالتي كان في الأخير بيت فاضي بيت من غير كلام حوالي نص فيرس قريب على دقيقة الأغنية ديك قعدت نسمع فيها ونكتب على باقي البيت تكتب على باقي البيت نكتب ما عنديش بيت ما فيش بيت ما عنديش كمبيوتر ما عنديش نت ما نعرفش حتى نمشي للصالة بلتي قبل عليك جميل في كونتر سترايك فهمتني كونتر سترايك ما نعرفش نفتح نت حتى بلتي قبل عليك جميل معناته أكيد خيوني تحياتنا البلتي بيس من أهم يعني من أهم عواميد ثقافة الهيب هوب في الوطن العربي كله ومن الناس اللي موجودة عالميا بشكل ثابت يعني ليش ار جي بقى؟ ار جي اختصار لاسم اسم كان ينادوا فيه في الشارع لتو قاعد هو الاسم فأنا أول ما خشيت راب ما كانش اسمي حمزة ار جي كان اسمي اسم تاني ثالث ورابع والله هلبة يا أحمد باي أول بس أكثر اسم لا أكثر اسم عاش مع الجمهور اللي هو نزلت بيه تراكاته زي ما تقول أول تراك نزلته به هو كان روج ام سي روج ام سي إيه كان روج ام سي بعدالي لما تغير الاسم حق ما كانش عاجبني الاسم بس أنا اللي بختاره ممكن حتى اختيارك الاسم عشان في كنت في سن صغيره شويه سن صغير اصلا انا لما غيرت الاسم بعد موقف صار لي درس في الحياه قوي هلبه صار لي ما كنتش حتى افكر في موسيقى في الفتره دي قعدت فتره قصدي في مكانك اخي وظروف اخي بعد الفتره هذيك كنت مسيب الراب الفتره هذيك لما رجعت حبيت نرجع بشخصيه جديده مش شخصيه جديده لكن حبيت نغير حاجات ما اول حاجه غيرت الاسم درته حمزة ار جي كان في البداية حمزة ار او جي على اساس
بعتلي لقيتها لا هي نفسها هي نفسها فاختصرتها. أنا فعليا من أول ما بديت راب من أول اسم درته الناس ما يقولوش في الاسم هذا يقولوا حمزة الرجز زي في الشارع فاختصرت اسم درته حمزة أرتشي بس. نتذكر يعني من الحاجات اللي كانت سبب كبير في ظهور حمزة آر جي وان الجمهور الليبي يعرفه فريستايل في شفرليت في شفرليت بيضا مش شفرليت بيضا كانت افانتي كحلة احمد مجدوب صاحبي تحياتي. كيف جاء الفريستايل هذا؟ الفريستايل هذا كان اخر تراك وشن شن الظروف اللي خلتك تنزله وكيف كيف استقبلت الانتشار بتاعه في وقتك؟ في حتى هو قصة قليلة بعد الفريستايل هذا كان تراك كان بيتسجل الفترة هذيك ما كانش عندنا ولا فيديو كليب كنت قاعد نزل في المتري وما كانش حتى الفيديو كليب منتشر البفلي بلا بين ناس معينة اللي في التوب فهمت الناس اللي قصدي مش واصلة ما كانتش مهتمة بالفيديو كليب فهمت يقولك أنا ما عندي جمهور مش لازم عندي الفيديو كليب فأنا كنت ماشي بنفس الفكر. التراك هذا الفترة هذيك كنت أنا نقرأ في الجامعة في بداية الجامعة وكنت نبي نركز في القراية ما كنتش نبي نسيب راب نهائي بس كنت نبي بعد فترة بس فترة طويلة في كنت مخطط على 4-5 سنين في فكتبت التراك هذا وجيت بنسجله جوني الولاد خط مريض في الحوش طبيعي كمشينا في بركاج كبير غادي قبل سطر بالسيارات وفي واحد معنا ولاد صديق ننزل بيتفرج على الجوادة واحد هيك احنا قاعدين في السيارة انا اول ما بديت نغني معنا حمادة حمادة المنتصر اول ما بديت نغني وقفني قال لي بنصوره قلت اصوره تمام قبلها عندي فري ستايل واحد بس نازل في وجهي حتى هو نفس القصة في السيارة بها المهم صور بعد مش بحت اغنية انا اصلا فاد من راب في الفترة دي قلت اني بنسير قلت خل ننزل هكي ما عنديش جواجي حتى نصور نسجله فهمتني فنزلته هكي في الفترة ديك كنت متوقع ان طبعا تابع انا في الكذاب اللي يقولك الارقام مش مهمات تشوف حتى روحك كيف ماشي انا نتابع في ارقامي كويس في الفترة ديك كنت ممكن اقصى حاجة ممكن نجيبها في يوم 5000 مشاهدة فنزلت التراك العشية نط الصبح لقيتها 20-30 ألف قعدت نوط في الولاد من النوم شن صاير قلت لهم تعالوا شن الحاجة اللي خلت الناس تدير هيك اكيد في حاجة انا مقتنع بنفسي من قبل الفري ستايل ان انا اعطي في حاجه كويسه بس هي ممكن حاجه تطلعك للناس فهمتني كل حاجه تفتح من وجهة لك نظر حمزة تانية. من وجهه نظرك انت شنو الشيء اللي شو الاسباب اللي خلت الفري ستايل هذا ينجح من وجهه نظرك انت؟ والله هي اسمع في اسباب انا تو واخذها نقاط قوه مكتبها فهمتني في حاجات ما نقدرش نقولها والله هيك حاجتي نفاها فهمتني يعني نقول الليركس الليرك بس في حاجه في الليرك تو نقولها لك بعد الحلقه هذه الحاجة نكتب بها توا فادتني هلبة وما اكتشفتهاش طول في الفريستايل هذا بعدها جيت نقول الفيديو هذا نفس اللقطة الفيديو هذا عشان خلاه يدير هيك عشان خلاه يوصل للناس مع انه فيه سب هو فيه ممكن سبتين في الأخير هيك حاجة زي توا نشبح في ناس كبيرة تسمع فيه وناس كبيرة تتفرج وتعلق وتشكر وهيك حاجة أخرى من دعم حمزة آر جي في بداية؟ والله اللي دعم حمزة في الدرجة الأولى اوكي ما نكذبش عليك ما فيش حد كان بس بعتالي الاصدقاء اصدقاء والعائلة مش العائلة بالكامل بس عندي اخوي شجاني هلبة في الموضوع سفيان وصحابي والله ما نبي نسمي بس ما ننساش حد لكن بالدرجة الكبيرة هيتم يعرف انه هو كان من أكثر الناس اللي تقول لي قدم حتى أنا لما نكتب حاجة نقول هذه أخي يقول لي لا بنينا بس في خير منها أي كويس بهي بالنسبة للعائلة مثلا كيف تقبلت الشيء هذا؟ أنت عارف أن نحن مجتمع الليبي صعب ما فيش تقبل في البداية لا ما فيش تقبل بس مع الوقت حاجة تجيب حاجة لا تو عندي أمي مش مقتنعة في الموضوع عمرك اش طلعت أنت والحاجة كيف في مكانه وتلاقيت ما حد صوره معك قدامها لا انا طبيعي ما اطلعش مع امي فهمت حتى كان طلعت مع امي في السياره مع العيله ماشيين عيد لقطه حاجه ما اطلعش مع امي الحق هلبة لان قبل زمان لما كنت صغير قريب من امي هلبة ما اطلعش الا امي قصدي ما تطلعش الا انا معها اكثر واحد في اخوتي انا نسير فاهم نمشي معه اوكي اوكي تحياتنا لها وربي يحفظها ان شاء الله من اقرب شخص لك في المجال هذا أسامة 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 يصور فينا ورا
في حاجة لضروري قصدي لما شخص تكون واثق في النصيحة متاعه. أي. تمام. أنا ممكن نعطيك نصيحة أحمد بس مرات ما يطلع لك مرات يغرق فيها. أنا أسامة يعطيني نصيحة يغرق فيها. أنا أسامة يخلي فيها نفكر بالثلاث أيام يا رجل. والله في كلمة يخلي فيها نفكر بالثلاث أيام. أنت مرات ننسى حتى الرد عليها على الموضوع. بس لما حد قلت لك يعطيك معلومة مرات ما يعطيلكش تامة. هي معلومة كويسة بس ما يعطيلكش تامة. بس أسامة أنا يعطي فيها في الحاجة تامة ونطق لما نسأل فيها لحاجة نبدأ أنا واثق في الإجابة. نبدأ عارف إنه هو كان ما يعرفش مش حيفكي. الحلقة هي أهم حاجة إن الشخص لما يبدأ ما يعرفش أنت قاعد لي في مشكلة رأسه شو بيحزة حتى أنت أحمد قصدي تتكبر في خشمة مش مقصر كصاحب كخدمة ككل شيء. أحلى أسامة وأحلى وأحلى أسامة وأحلى شباب كلهم. بس الموضوع ديما في درجة تختلف فهمتني بين الناس. خاطي أسامة من في السين في المجال راب من اكثر بيسي بنقول لك مش من اكثر ناس في الساحه تحس ان بينك وبينهم في كيمياء يعني في توافق في حاجات واجد ناس نعرفها هم اي رابرز ناس نعرفها اي موجودين اي رابرز وبيت رابرز ميكرز رابرز أو رابرز وبيت ميكرز في بيت ميكرز حتى عندك بالدرجه الاولى علو بالدرجه الاولى العلو علو يفهم فيها من أنظف الناس اللي تشتغل في أكيد علو تبارك الرحمن إيه. علو أول يوم تلاقيت معاه مش أول مرة نتلاقى معاه نعرفه بس أول يوم نهدرزه على راب أو في الاستوديو هكي أو كنت أنا ذاك الوقت ما نعطيش ما نقولش بطبقة عالية إيه. كلها سيمبل إيه. تمام أنا كاتب أغنية تبي طبقة عالية تبي عياط شوية إيه. جد سمع فعل على لي غلط يا برادر ضروري ما تقول هيك انا لما كاتبها انت خايل فيها عاليه بس مش قادر نطبق الشيء هذا في هالبنات تتحشم من الموضوع هذا وهذه ميزه وفي كانوا في كانوا معنا زوز رابرز مش حنقول لسامي اصحابي وما يعرفوا الموضوع لما قعد علو يعلم فيه يقول دو دو مرن بصوتي يضحكوا الزوز تمام ما دورتهمش واحد عنده طبقه عاليه واحد ما عندهاش في ذاك الوقت واحد يتحكم في صوته شويه واحد ما يتحكمش في صوته تيلي عرفت مع احترامي اصحابي حاضرين الموضوع لما يقولي عن كشف الموضوع فورمت بي اللي هو اول مره نجرب الصوت نتحكم بصوتي كويس في اغنيه تويلايت لما جربت الموضوع قلت جماعه فهمتني عجبهم الموضوع انا متحشمتش منه عادي علمني انت تعرف انا ما نعرفش كيف نكتمل انا يعني ديما الانسان يعيش يسعى للكمال جميل جدا نجول بحكم انك انت ذكرت تويلايت من اهم التراكات اللي في مسيرتك نقدر نقارنوه بنفس الوزن بتاع الفريستايل بتاع السياره يعني هو من الاسباب اللي خلى جمهور كبير في ليبيا كلها جاب لي شيخ طبعا 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 مبدئيا لما نزل التراك هذا تحياتنا للرياض عزيز على الشغل الجبار اللي خدمه سلمنا بصراحه على ايهم كل الناس اللي اشتغلت في الناس كلها اشتغلت والله اشتغلت في العمل هذا بس كنت مستريح حلبه في العمل انا نحيني من ان انجح او شيء بس انا كنت مستريح حلبه من وجهه نظري انا العمل هذا نقدر نقول انه هو من اهم الاعمال اللي موجوده في ساحه الراب الليبي يعني انا حتى لما نجي نقعمز مع ناس من 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 ساحات اخرى عربيه من التراكات اللي نشغل فيه بصدق التوليفه اللي اشتغلت في التراك هذاك كانت توليفه عندها بعد عندها الى حد ما تطور بشكل كبير ايه على الوقت هذاك يعتبر تطور ليش التشكيله هذيك ما استمرتش والله شوف هي ما هيش تشكيله هي ما هيش تشكيله من الاول ما كانش تشكيله بس تقدر تقول لا نقصد يعني انتوا مجموعه في كيمياء في التراك هذا دارت التشكيله هذه تهربش مني انتوا مجموعه وانا بنجيب لك الموضوع من البدايه اشتغلتوا شوي خليني اكمل لك سؤال بشكل كويس انتوا مجموعه التميتوا في تراك درتوا تراك قرب على الدنيا بعدها ما اشتغلتوش اخرى ما هو انا بنجيب شوي شوي تراك مشاريع اوكي المعلومات اللي انا عندي انه صار سوء تفاهم والمجموعه هذه تفرقت شنو السبب اللي خليكم بعد عمل ناجح وكبير تفرقوا خلينا نحكي بوضوح الموضوع ان التراك في البدايه ما كانش فيه الفريق هذا والتيم هذا فكرة التراك جت ان انا نقعمز مع علاء في الاستوديو فكرتينا نقعمز مع علاء في الاستوديو نشبح فيه يخدم في بيت
لقيت أقرب شخص من الناس اللي نعرفها قصدك في أرض الواقع أنه يقدر يجي لي الشيء اللي في راسي. مدويت الأشياء على الموضوع، روحت الحوش، فتحت يوتيوب، اخترت تايب بيت معين، كتبت الفيرس متاعي اللي هو الفيرس الأول قبل ما يخش سلمنه اللي هو عيون الليل بدايته. فلما كتبت الفيرس هذا جات لي على سمعته، شو رايك هيك نسمع فيه فقط، انا من زال ما قلت لا شيء على البيت. يلي خش سجل عجبه، اعطيت البيت خشيت سجله وراني، قال لي دير هيك دير هيك، سجلته مره ثانيه، قال لي اوكي خلاص 100% فتنا الموضوع، درزنا في موضوع ثاني. جيت ثاني يوم لقيت على خادم عليه البيت، عجبني هلبا الجو، بنكتب قلت له بنكملوا التراك هذا، وانا ادرز انا على نسمع في سلمنه في فلو ما فيش حاجه مكتوبه بس في فلو على البيت توب لاين هذا توب لاين هذا نبي، قلت له خش قوله، خش قاله اكتب، كتبنا سجلنا. بعتالي سمع التراك رياض، التقينا مع رياض، جانا غادي في الاستوديو سمع التراك. طبعا كواليتي الصوت اللي عند رياض كعده كمعدات اقوى من اللي عند علاء، فقال لنا لازم نعاود نسجل التراك في البابو في تجورة. فمشينا عاودنا سجلنا التراك، لما سمعنا التراك عجبني قلبه. احنا كنا مفكرين ان بنصوره فيديو بس ما كانتش فكرة 100% يعني، عادي كان انه ينزل ام بتري ما هوش موضوع. بس لما سمعت التراك صممت انه قلت ضروري ما يتصور التراك هذا. صورنا يوم ما ننساش انا في التواريخ، صورنا يوم 11-12، ويوم 12-12 صارت فالطة كانت بيت سو ما كانش بيتم التصوير، شو يخططني سيارة وموضوع وفي موضوع تاني وكي في موضوع خاصة. يوم 13-12 كملنا التصوير، والفيديو يتهيالي ينزل اليوم 30-29-1 كي حجزيته. نجولي موضوع علاش ما استمرناش، لو انا فهمتك التوليفة كيف بدت من البداية، كنت انا وعلو سليمان الرياض بعتالي بدأ معنا اولاد ايهم والله ما اتذكر اسم معنا اولاد تاني، بس المهم درنا التشكيلة هذه وخدمنا الفيديو. بعد احنا ما خدمناش حاجة تانية، بس قعدنا نخدمنا علاء ورياض سلمنو ديز، تحية ديز، وديز من اقوى الرابرز موجودين في الساحة، غير ديز ما ينتجش هلبة، عنده بخيل لا عنده اشغال تانية ديز، ومتطرق لأشياء اخرى قصدي قراية وخدمة وكي واحد، بس حتسمعوا منه حاجات كويسه ديز لو استمر. ما استمريتوش فقعدنا لا, لا 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 والله لا، بس نحب نوضح الموضوع بالضبط. فقعدنا نخدم احنا، اتفقنا على بنود معينه في الخدمه وهيك، واحد منهم البند هذا كثره الانتاج، بند كثره الانتاج اتفقنا على بنود بنخدم عليها، شروط علي وعلى غيري وعلى الكل. بس كثره الانتاج ممكن تضر، مش كثره انتاج بشكل رهيب بس ما فيش رقاد عادي لاجل الدور، فهمت؟ فما الشرط هذا ما تحققش تمام. ممكن كانت الفتره هذيك بدايه الكورونا وهيك واحد، فطرحنا فيديو واحد، بعتلي صار موضوع خارج عن نطاق الموسيقى والاستوديو والراب وهكي واحد، في شخص كان يقعد معنا وهكي واحد، صارت بيناتنا اشكالية انا وياه ورياض وهكي ودوة وفلان قال وفلان دار والمواضيع اللي انت عارفها هذيك، ما استمرش الموضوع. لما ما استمرش الموضوع كل واحد مشي يشوف شنو بيدير، انا وقفت الفترة هذيك، بس قعدت نخدم نوتي لين جي البيف. لما جي البيف زي نقول فرصة خلاص انا معاش نبي، فتحت موضوع البيف، خلينا نمشوا بريك ونرجع نفتح موضوع البيف. موضوع البيف حمزة، نجو الموضوع البيف. قبل البيف حمزة، تقريبا انت توا فوق ال 65,000 مشترك على قناة اليوتيوب، مجهود كبير طبعا مش وصلت للرقم هذا، ماهوش رقم سهل في السين الليبي، سين يقل فيه الكوبي رايت، واكيد في صفحات واجد تاخذ المحتوى بتاعك، وهذا شيء
يأثر على نسبة المشاهدات، يأثر على حاجات واجد، يأثر برضو يدير في مشاكل مع البروديوسر. لو في بروديوسر زنين في اللي يخش لي يقول يمسح التراك، عندي تراكات مسحها، وفي اللي يقول لي خلي عادي عجبني التراك وخلي وفي واحد مرة صارت لي مشكلة مع واحد على موضوع الكوبيرايت هذا، ان انا ما عنديش كوبيرايت في البيت، وخش الفيديو معي كويس وقال لي ليك كل الحقوق وتقدر حتى تربح منه وهكي. قلت انا ما اربحش ومش انفع على ارباح وكي واحد. قال لي اوكي برضو تقدر تخلي الفيديو عندك، وما طلبش مني حتى ان نكتب اسمه، نسيت حتى نتواصل معاني بنكتب اسمه نسيت اللي هو. فبعدها بفترة في شخص منزل التراك هذا جايب مشاهدات اكتر من اللي عندي، فخش لي دار لي مشكلة. الشخص هذاك يربح، كان يربح من الواحد انه دار لي مشكلة وهكي واحد. فبعدها بديت نحاول ديما ناخذ حقوق. السؤال بالنسبة لي أنا، هل البيف كان سبب كبير في الأرقام هذينا ولا؟ أكيد دسين كله، مش حتى اللي ما عمره دار دس، حتى اللي ما عمره خش في بيف أرقام تطور. خلينا نحكي بصراحة أكثر، شن سبب دخولك للبيف هذا؟ سبب دخولي للبيف، سبب الرئيسي، سبب رئيسي أنا عندي زوز أسباب. زوز أسباب إنه كان في نغز من قبل، تمام، وفي حاجة احنا عندنا في الرابرز كلهم مش في ليبيا بس، نعرف قلب رابرز من هالبمكانات، تقول له انت نغزتني، يقول لك لا، تطلع من هنا يمشي هدرز هو واحمد، يقول له يا احمد انا ناغز حمزة، تبدأ هو في منه الموضوع بس فوجك يقول لك لا. اوكي هذه كل واحد وطريقته، فهمت كيف، خدمته وجوه كيف، بس انا ما كنتش رد على حد، تمام، ممكن دس واحد درته في حياتي ودس تاني رد فعلك، كان موضوع عنصري هلبة، كان في فترة داروا جماعة العاصفة متاع سبع داروا دسات على طرابلس، لقطة غبية مع احترامي ليهم، وانا درت لقطة غبية، انا وهلبة ناس ردينا عليهم، في هلبة ناس ردت وانا من الناس اللي ردت. فبعدها بفترة مسحت الدس وممسوح لتوه، مش موجود في اليوتيوب. ممكن هي فترة أن قلة وعي واحد كان صغير الحاجات هذين، برضو نفس حتى الموضوع، حتى البيئة المحيطة بيك ممكن تأثر، حتى الناس عليك. حتى الناس تأثر لما يبدو يصفقوا. هل أنت من الرابرز اللي جمهوره يأثر فيه بصراحة؟ والله قبل زمان تولى اختلف في الوضع. زمان مش الناس تأثر فيها، بس رأيت لو مثلا شيء أنا نشوفه صح هو يستاهل مثلا جهد نقوله 10%، لما يجوا الناس يقولوا لي صح نعطي فيه بجهد هلبة 70-80% أكبر من حجم نعطيه الموضوع. بس يعني هل نقوله أن سبب من أسباب دخولك في البيف هو جمهورك؟ لا صح. البيف هذا لا، ما كانش فيه رد فعل من الجمهور أصلا، مش هلبة ناس يعرفوني الناس هذاك الوقت، أنا بيت عند الدسات، ما فيش قصدي ناس خشت لي فلان سبك فلان دار عليك، ما فيش. بيعطيني سبب رئيسي لدخولك للبيف هذا. سبب دخولي للبيف والله ما مدبيا خليه خاص، ما أنا المرة فاتت لما تلاقينا قلت لك عليه والله نبي نخليه خاص، أنا هدرست مع الشخص نفسه قال لي يا ريت تخليه خاص، أوكي واحد ما كان فيه سبب. بس هو في سبب آخر، إنه هو كان فيه نغز من قبل وأنا ما قبيتش الرد، ولما جت الفرصة فصبيت الغل كله، فهمت يعني ما كانتش أنت تشوف فيه إنه هو كانت فرصة إنك أنت تجيب نسبة أرقام لك لا بالعكس بالعكس لو تركز، انا الوحيد في البيف اللي ما درت ولا فيديو كليب ولا سوقت للموضوع، كنت واخذ الموضوع طبيعي جدا، تشبح فيه احمد اي موضوع يقابلني حتى في الشارع انزله في ستوري تبع الموضوع هذا، قصدي في الفتره ديك فوتت كل شيء. انا لو كنت نبي نسوق لنفسي ونكذب ونتوهم ونتوه كنت نقدر نربح منه الموضوع، بس انا ما نبيش يوم من الايام تنقعد نفسي يا ميزه هذه يقول لي حمزه اخذت جمهور من الدسات، هي مش عيب، ذكاء مرة مش عيب، بس أنا ما كل واحد شن يفضل أنا ما نشوفها ما. بس في حاجة أخرى، يعني أنت كنت في دسات يكون صريحة اللي هو كينجز داد، خلينا نحكم بوضوح، أي بوضوح مسمياتها، يعني أغلب في أغلب البيف كان التراكاتك صريحة الكينجز داد. أوكي هم ثلاثة دسات دقيقة. أوكي كان صريحة الكينجز داد، عكسه هو كان في التراك بتاع ممكن يعطي هذا شوية يعطي هذا شوية يعطي هذا شوية. هو في التراك بتاعه والتراكات اللي قبله اللي ناس ما تعرفهاش، اللي قبل الدس هذاك فيه والله ما نعدهم أنا باي، بس أكثر من ثلاث تراك، أكثر من تراكين، ثلاثة أو أربعة تراكات. مش هو رواد فيه الطبيعة هذه، تمام، أنا نعرف رواد فيه الطبيعة هذه، رواد يحب راب الجينجستا أكثر. خليني كمل. ممكن
ممكن هو يكون مش قصدك انت، ممكن يكون يمكن عادي كله يمكن تيشرتك مقاس يمكن عادي يمكن عادي. بس نرجع للموضوع اللي قلت لك عليه، احمد سبيتني لا نظم يعني يجيك اسامه يقول احمد ايه الموضوع هذا، ما فيش ثقه قلبه في الرابرز لما يقول كلمه مدستك ايش، وبالذات لما يكون موضوع انا وانت نعرفوه، فهمتني؟ يكون موضوع انا وانت نعرفوه او موضوع خاص بي انا، جي انت تقوله بتي تقولي لا إيه عندك الحق صح، في ألف نفر صاير للموضوع هذا، بس ما هيش صدفه هلبة بصراحه، مش كل خيمه واضحه وصريحه. هل استفدت من البيف؟ استفدت من البيف كتابيا كتابيا نبدا قبل ما نعدلش في كلامي. جمهور؟ لا لا استفدت فئة اللي هي كانت ناقصة عندي شوية، اللي هي الفئة اللي ناس اللي ما تسمعش فراب، لأن في البيف خشوا هالبنات. جمهور رواد؟ ما نعرفش قصدي رواد شن كان عنده مع احترامي لي قبل البيف، فهمتني؟ حارة حارتين وحارة قبل البيف. لا رواد عنده لا مع احترامي حارتين وحارة متابع الراب الليبي. ممكن أنت تشوفها من زاوية أخرى، بس أنا لا نقول لك رواد لا في جميل. ناس هلبة كانت مسيطرة قبل البيف، أنا مش منهم طبعا. كنت موقف في شبه موقف فترة ديك، كان عندي تويلايت بس ولي ممكن 5 شهور أو 6 شهور تقدرش تحسبه، فهمتني؟ بس في ناس كانت مسيطرة هذاك الوقت. ما نقدرش نجيب لك الأسماء بالضبط، زي ما نقدرش نجيب لك الأسماء بالضبط، بس أبسط مثال منصور فترة هذيك كان يخدم على روحه به. عندك مثلا ياسين بن لادن كان يخدم على روحه كان ينزل أكثر واحد ياسين ممكن. ياسين ياسين حتى هو يعتبر من الناس اللي استفادوا من البيف. ياسين أوكي ياسين ياسين أحسن واحد البيف. تصرف بعد البيف مع أن نقول لك ياسين أحسن واحد تصرف. خليني نكمل كلامي. مع أن ياسين مش يعني حتى الموضوع كان مسألة وقت، سواء بيف او غير بيف اكيد كان لا ما كان حيوصل وحيدير جمهور وكل واحد ورايه، بس انا متفق معك في النقطه هذه ان ياسين من غير بيف كان يقدر يوصل. اي طبعا لانه هو رابر قوي فعلا، والبيف بغض النظر انا نتفق او ما نتفقش مع البيف اللي صار، لكن البيف اعطاه دفعه لياسين، اعطاه دفعه بس مش دفعه في المشاهدات او في الجمهور. ياسين من الداخل ياسين من الداخل بدا عنده حافز. اوكي معك حافز، بس الحافز هذا شيء ينفع لو كان جمهورك جمهور يستنى منك تسب بس، او انك انت تبيف وتدسات بس. انت لو تلاحظ لو احنا بنحسب لغه الارقام اللي هي اللغه الصحيحه في وقتنا هذا، ياسين احسن واحد تصرف من الارقام بتاع البيف اكثر. احسن واحد تصرف بالارقام بتاع البيف كيف تصرف؟ يعني الناس اللي خلت جمهورها متاع بعد البيف مثلا زيني زي مهدي زي كنجزداد زي الزوفري. بسؤال معلش، ما فيش حد استفاد من الارقام هذه تمام، وما جاب ما فيش حد جاب نفس الارقام متاع البيف. ممكن الزوفري في البدايه ممكن جاب ممكن لأن بس ما كملش ولا للدسات، ممكن لان الجمهور لاحظ موهبه ياسين. اكيد اكيد في جمهور كان ما يعرفش اوكي ياسين. بس نقول لك في جمهور كان يعرفه ومش متطرق له، فهمتني؟ حبه بنقول لك بالنسبه لي انا من 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 اجمل التراكات اللي دارها ياسين في حياته ثانيه تراكه هو والشعافي الاخير بصدق من التراكات اللي عجبني، وفرحت ان لما البرومو خش ترند فرحت لما داروا 100,000 مشترك في القناه بتاعهم، بس ما تمنيتش جنب الطريقه هذه. زعلت منهم لما سبوا، زعلت منهم لما 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 وصلت بهم ان هم يسبوا عائلات، لما وصلت بهم في حاجات انا كنت ضد الشيء هذا، لكن سواء نحب ولا نكره هم لفتوا نظر الجمهور لهم. هل انت لفت نظر الجمهور لك بالدس اكثر ولا بالتوايلايت؟ ولو انت لفت نظر الجمهور لك بالتوايلايت، ليش ما استمرتش بالشكل الذكاي وخشيت في بيف خليته يمسكك ويعطلك وقت طويل بدل ما انك انت تعطيه؟ والله ما لقيتش من يخدم معي بنفس الدماغ. كان في علو بس هذاك الوقت نخدم معه، وعلو يخدم هلبة الاستوديو يسأل اي حد يسجل عنده انه هو يخدم، تبارك الرحمن ربي يزيده يخدم على راسه مش ديما فاضي. تو الفترة اللي فاتت تو قبل ما نجي هنايا كنا نخدمه هلبة مع انه برضه ما فيش وقت راه، بس علو يخدم من الصبح لليل يسكر خدمه نمشي نتعشوا يجي يتكى في ساعه نوض في ساعتين في الليل واحد في الليل انا وسليمان ونخدمه، وهكذا نقعد ساكن له النهار كله. اول ما يطلع حد من التسجيل يفضى علو شويه تعال نديروا بيت نديروا ميلودي نديروا حاجه، فخدمنا الحق قبل ما نجي وسمعتك ممكن حاجه ولا حاجتين، فخدمنا الحق وتو بادين في صفحه جديده بادين في موضوع جديد. شن اكثر عمل انت ما نكش راضي عليه، او سواء في البيف او برا البيف؟
ما عنديش دسات فقط، الباقي كلها راضي عليه. دسات ما عكش راضي عليه؟ مش راضي عليه، بس فوق هل انت راضي. كنت مجبر علين؟ لا ما كنتش مجبر، يعني كنت تقدر تكبر زي اي ابن ادم مخير مش مسير. هل الجمهور الجمهور حيضغط عليك لو ما رديتش حتى لو كان النغزات؟ يعني صار لي الضغط انا لما ما رديتش، صار لي الضغط لما ما رديتش. في ناس عارف لما حتى بدأ تشبح في بروفايله سنتين ثلاثه، جمهور قديم من قبل البيف، من يمات قصدي جمهوري شويه، ممكن من قبل حتى الفريستايل اللي كنا نهدر زوليه، ناس نعرفها قصدي ان هذا جمهور مسجل، فانت حافظ اسمه، لما يطلع لي اشعار وخش نشوف حتى انا مش فاضي. في ناس هادي لما انا ما رديتش، في ناس شافوا الشيء هذا ضعف، سبوني، شبحت تعليقات، شبحت هيك كذا، في اللي خش لي، في اللي قصدي، في ناس وصلت لدرجه يقول لي بالله عليك رد، رانا متعاند انا وصاحبي، صاحبي شيء يسمع للشخص الفلاني وانا نسمع لك انت، راه متعاند انا وصاحبي، قصدي حياتي مش قرارك انت باش تتعاند بها، فهمتني؟ بين اسالك سؤال ويا ريت اجابتك تكون فيه صريحه. اوكي. لو 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 انت مثلا في بيف مع سين من الناس، تمام، وشخص هذا نزل تراك سمح، تمام، هل تصفق؟ تصفق، اوكي، هذه متفقين عليها. هذا تليفون، احمد مثال نزل تراك، وانا في مشكله مع احمد سواء براب ولا من غير راب، تمام، هنصفق بيني وبين نفسي. لو نعرف ان احمد حيقدر الشيء هذا، ايش دخلك اللي يقدر او ما يقدر؟ ما هو الشخص هذا مرات انا لما نصفق له قدام الناس، ناخذ التراك نحطه في ستوري عندي، مرات يمشي يقول حمزه يبي تقرب لي، بس بالعكس هي وجهه نظر من عندك انت، تحب تقولها سواء له هو او الغيره يعني. اوكي بس اسمع، تفرق تفرق، لان لما تكون انت بتعطيني تبادل ريسبكت نفسه حتى واحنا متعارفين، ليش لازم يرد الريسبكت؟ بالعكس ملاش اوكي علاقة. هي ما نعرفش، انا هيك وجهه نظري، ان في ناس ممكن تحسب لك المواضيع عادي، تشدك المواضيع عادي، بس في الفتره الاخيره بديت حتى والله في ناس اموري مش صفا معهم، وفي ناس اموري طيبه معهم، بس انا تقدر تقول لك نعرف انت شن فيه، فهمت؟ في حاجات نعرفها انت تحسبني ما نعرفهاش، وهيك بس نصفق لك نقرا لك. في سطر نحب نستعين به قال جي جي، قال في الاخر تقعد موسيقى وربين الناس الكل، فهمتني؟ هي ميوزك، اخدم لي موسيقى قنينه، ولا خليش بيت من تكون. بس سؤال، هل في حد جديات من الرابرز اللي انت خشيت معاهم في بيف نزل حاجه وصفقت صدق حتى بينك وبين نفسك؟ تراك الزوفري كيان، ما انا الزوفري تقدر تقول ما كانش في بيف بناتنا، هو جبدني في سطور، رديت عليه في سطور وتم الموضوع، ما جبدنا بعض، بس تراك كيان قوي هلبة، كفيديو كلام كليرك كقصة، عجبني هلبة. وزوفي بس من التراك هذا انظلم، وزوفي من الرابرز المهمين حتى في كلنا في الساحة الليبية، ومن الناس اللي حتى معروفين حتى برا ليبيا. شنو سبب الـ والله تلاقيت معه، أول ما تلاقينا سألت نفسك شنو السبب، لأن كانت الأمور طيبة. قال لي راب جيم، راب جيم من مناحية ساقنا سلفية عجبتني عقليتها، شهادة في ديني. بعدها بيومين اتوقف، اتصلت بالمهدي، ما كانش عندي رقم الزوفري، قلت له نبي رقم الزوفري، خذيت رقمه وين يسكن قريب علينا هو، مشيت له للشارع قلت له يا برادر راو دوري صارت ولا مسنة، قصدي ما تطقش اللي في قلبي كله، فهمتني؟ ما كنتش صافي من ناحيتك، بس بعد ما سمعت كلامك لقيتك عادي، اوكي عادي. انا تو ما نحبش كلمه راب جيم، ولا نحب عقليه الراب جيم، يعني ما نحبش حتى نسمع دسات هلب الا لما يكون دس فهمتني؟ فقلت لبرادر قصدي ان انا حنرد عليك، فهمتني؟ انا ما كنتش حرد عليك، بس عجبني كلامك حرد عليك، يعني ما فيش مشكله حقيقيه بيناتنا، مش لانه هو ضعيف او شيء، بالعكس زوفري من الناس القويه، بس مش حرد عليه كنت لانه ما فيش موضوع لارض الواقع، بس لما عجبني كلامه اوكي انا لابو راب جيم، ورديت عليه وتم الموضوع، فهمتني؟ حاجه اخرى، خلينا نجول للارقام، هل التراكات بتاعت البيف كلهم مخليهن ولا دسات؟ درت لهم اخفاء مش حذف لفتره معينه. اوكي. بعتالي بالصدفه كي صفحات الانستا زبطهم تاع الراب انت، واحده من الصفحات لقيت اغنيه لواحد ولاد صاحبنا قوي وعنده قلم قوي، استغربت حتى انك في وقت سطر. كيف ما هو وقت سطر من تراك الطيحان.
تمام. عندك شجاعة انك تسمي اسمه؟ لا 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 عندي الشجاعة بس مش ان نسمي اسمه. ليش لا؟ هو هي لغز، هي لعبة بسيطة. عشان اعرفك ممكن توارد افكار، ممكن ممكن ممكن, ممكن هو كاتبه قبلك. بس انا نكتب ونعرف. ممكن هو كاتبه قبلك يقول لك السطر بتاعي مش صفحة. لا لا انا نكتب ونعرف فهمتني ونركز، ما نظلمش طول، مستحيل نتصرف تصرف زي هذا. طالما انت مظلم اقول ما. تمام. لا 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 الموضوع كيف صار؟ لقيت واخت سطر من تراك اقتحام مبروزة هيك مدير لفيوكا واحد ومقايلة، فقعدت نحسب في الموضوع يوم كامل. مغير لونه شوية، مغير للون شوية هيك وستامبات. ما تعرفش ممكن توارد اخطار خواطر جديدة. لا اسمع، المعنى المعنى بسيط هلبة وما يجيش في توارد افكار فهمتني. لو كان حاجة تبي التفكير ايه مرة تانية نفكر ونتعب ونجيب نفس فكرتك. هل في رابرز متأثرين بيك ويقلدوا بيك؟ ما نعرفش والله، ما نعرف. في تراكات تشوف فيها في تراكات؟ بس والله ما نعرف فهمتني. ما نحبش نقول ان المواضيع هذه ايه، بس ربي عاون الكل فهمتني. مدبية انا والله مدبية، لو تطلع حاجة حتى خير مني بدايتها بس تكون حمزة بعدين تفوت حمزة والناس حتى تنسى حمزة. مدبية انا حنكون نقرا ونصفق وحنسمع وحندم. ايه. اخر تراك لك نينا انا مشاهدات ضعيف، ضعف مشاهدات. ايه شنو السبب؟ السبب طبعا في اسباب احنا كلنا بنعرفها. سبب انك انت بعيد على البيف؟ سبب ممكن ممكن شيء هذا ما فكرت فيه. هل حتكمل عمرك كله في البيف يا حمزه؟ بصدق لا انا طلعت من البيف. طلعت من البيف. وش القرار يعني بعد تراك اقتحام ممكن بشهر درت اخفال للدسات وقلت لك السبب اللي خلاني ارد الدسات بعد وقاعد مفكر ان انا مسحهم فهمتني، غير ما لقيتش الجمهور عرفوا علاش انا رديتهم فهمتني. وتو قلت لك ان السطر وين فما تراك باش الناس تركز، لما نلقى الناس عرفت انا امسح الشيء في جديد فهمتني. انا عندي من دير بيه شو كنا نقوله على ضعف المشاهدات بعد على ضعف المشاهدات. ضعف المشاهدات السبب الاول يرجع لقله التسويق. حمزه قبل يسوق لي روحه نعرف نسوق كويس، سوقت لك كويس، تعرف نسوق كويس ونتفاهم حتى هدرزنا احنا عليه قبل ما ينزل وكذا. فالتراك يا برادر انا ماش سوقت كويس هذا الشيء. حمزه نقص الفيديو سؤال يعني اخر اخر اسئله عندي ولا نقول لك نمشي بريك ونرجع لاخر اسئله. نمشي بريك نمشي بريك. يلي خلوني نسهر ما نعرفش النوم، كرات نشوف عيونك نو دنيا تتغير كل يوم. يلي خلوني نصنع مستقبل بدمو، كرات نشوف عيون الليل كرات نشوف عيونك نو. خسارة في خسارة لازم التايم، لازم التايم عيات الراجي في الصنارة مع شوي بصارة مع الحقارة اللي زادوا في القلب مرارة. وحياتك عيوني سارة خدمو تفكير وسيجارة. نفس الكارو قدم معي اصحابي طارو، درت عجبهم ماش ندارو، كان كل يوم حسابي زارو. هم اللي حارو يلي بيدوني يلي حربوني وما يبوش غير يشوفوني. تمشي الامور الاجل الدور مع البابور، هيا طيري شكل بحور انا ديما جناحك مكسور. هادي بلاد فجور بلاد ظلمة فيها نور، تقرا وتكبر تعرف انا زي العاطل زي الدكتور. قالوا لي قول وانا اللي نبيه نقول، يلي فراسي ديما طول ما نوخرش نجيب الجول. اسمي كاتب مش مجهول، تعب ما جيتش بالسهل، ديما عندي نال حلول وانت بعلمك تقعد جال. شوف فيك فلوس واضح شفاف، لقط الفلوس الفلوس يديروا الكتاف. يا ما مقروص يا ما محبوس، قاعد ندوس وندر لي نبي ما نخاف. شوف فيك فلوس واضح شفاف، لقط الفلوس الفلوس يديروا الكتاف. يا ما مقروص يا ما محبوس، قاعد ندوس وندر لي نبي ما نخاف. من وين عرفتوني بس قصة حياتي تكتبو، ما نعرفكم مش وانتو عارفين روحكم تكتبو. خليها على ربي مش احنا الناس اللي يحسبو، انقيسوا لانو نقبو الرجال نكسبو. نالي يدو بينا يلي بينا المتل يضربو، على غلط ما نضربو في ضيق الضيق ما نهربو.
نعملو في الكسرة وحاجة غيرنا ما نقربو مش معي فلان نصبو الكيسان ونشربو شنتبي مني يا دنيا تميتي جماعتي بعتك وشرتك فني تأخرتي لي بساعتي لي فراسي درتها خلصت اللي اخترتها عقلي سكرتها ومستاجل ما نشوفه فساعتي ماشي نحسن ماشي تأثر فيا اللكمة عيشة ما عجبتنا ربي عندها حكمة. رجعنا من البريك حمزة نبي نسألك سؤال هذا يعني أغلب الرابرز حتى الرابرز العرب اللي كانوا معايا في أدرينالين لما نقولهم السؤال هذا يضحكوا فهم؟ أول مرة ماشي في الشارع سمعت تراك لك أو خشيت في مكان عام سمعت تراك لك يشتغل شن كان شعوره؟ طول تعال أرغوني اللي نغني ويعرفك ولا ما يعرفكش كان؟ ما يعرفنيش لا ما يعرفني الشخص ما نعرفهاش عادي بس أول مرة صار وين كان بالضبط وين كان المكان والله ما نفكر بهي بس مش في زي ما تقول مش في شارعنا مش في شارعنا في مكان برا شن التراك والله ما نتفكر بس الدوة هذه رأي 2018 ولا 2017 هيك تلتة ثانوي قاعد أنا وبداية الجامعة حاجة زيتها شن فرحتك مشيت لطول فرحت أكيد هلبة فهمتني شن الحافز ممكن الشيء هذا خلينا نروح نكتب طول فهمتني حافز كبير حافز كبير هلبة جميل جدا في فترة الكورونا طلعت في لايف مع منصور عناو وحكيتوا انكم انتوا لازم تديروا تراك مع بعضكم فعليا صار وانا تندري انت اي التراك بالوجوه الطيبة شن صار بالوجوه الطيبة انت اول حاجة قلت لنا نصوره ما تدوروش التصوير طبعا. خش صالح قال ما تدوروش البيت خلاص باش نبو حلاق ما عش نبو شيء جينا كتبنا في الفترة هذه كان انشغلت بالبيف انشغلت بالبيف لما تم البيف كان في منصور كان موقف راب وهكي واحد طبعا صح فما مفضناش بالموضوع طولة المواضيع التراك قاعد قوية لتوه أنا فيرسي نشوف فيه قاعد كويس لتوه فيرس منصور قاعد كويس لتوه بس أنا نشوف إن نقدروا نديروا حاجة أحسن هو التراك كان أنا والله ما نقدر نقيم الموضوع كان مفروض ينزل عند من عندك أنت ولا عنده لا عند منصور عند منصور متفقين إن بننزلوه عند منصور في قبل أو قبل ما يدير القناة برمودا بقى متفقين بننزلوه عند منصور والتراك قنين هلبة والله فكرتني بين الموضوع البيت خلاص ما لازم نردوا له المشروع هذا يا عيني يا سلام أكيد جميل جدا أنت أول مرة تلاقى معهم منصور وكحلة في تونس تبارك الرحمن منصور تو عندي مع هدر زمن قبل في حتى الفترة اللي فاتت سامحوني طبعا سامحوني تتعرفوا ليش سامحوني دستعنات تفكر في ستاري اللي درتها سوء التفاهم اللي صار بحياة نقلب في اليوتيوب طبعا سامحوني على الدوة ديك وهكي لا عادي لا على الناس لازم ضروري يفهموا ان ما في ناس شافت الفيديو الاول ما شافتش الفيديو الثاني الاعتذار فهمت اي صح دي ما قصدي سيء تعمل حسنة تخص عادي عادي نقلب هيك لقيت لايف لمنصور قاصين منه فهمتني كاتبين رد منصور الناعون على حمزة أرجي ويسبه ويشتمه وطيره وقرضه دار بطاطا فهمتني خشيت نشوف ما قال شيء منصور عادي قال من الموضوع مش شاري عادي هيك بس ما عجبتنيش لقطة حمزة كيف دوي هيك وعادي اتصلت بيه يا منصور شن الجوش الأمور ماشي يا منصور كان محلاها هيك قلت له راهو برادر كان صار وصار 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 وسوء تفاهم وهكي واحد لا ما تدور شيء قال لي قلت له عارف قصدي انها لقطه غلط فهمتني كلمني خالد تفكر فيها خالد شعافي بيس خالد زنيخه يعني صاحبي خالد سميت اسمك تلفزيون انشهرت فشن صار كلمته قلت له برادر راهو سوء تفاهم وهكي واحد ورحب بي بنفس الطريقه وخلاص شفت الامور خالد زنيخه دي ما يحب يحل الأزمات والمشاكل لا والله قلبه طيب هلبة خالد أسمع من الشخصيات اللي ما تتعوض والله أسمع أكثر واحد ما نحبش نشكره قدام الناس لأنه يصدق واجد فهمت فخليها ديما نوية ديما تعاركوا خير بالنسبة لي لكن أسمع خالد من الشخصيات اللي مش هتتكرر زي ما عمر قدامي أخويا خالد صدام حسين كيف يطلع من الحاجات اللي صارت وطلعت على السطح الفترة الأخيرة شفنا تراشق ستوريات بينك وبين بلادة فهمت السؤال فهمت السؤال اسمع هو صار الغلط اسمعني مبدئيا وفي نفس الوقت شفتك تبارك لهم على 100,000 مشترك اكيد هل نقولوا خوت تعاركوا على ماليا في دولابهم هل نقولوا مصارين أكيد. البطني اكيد اسمع هو صار الغلط بحي لما صار الغلط في الاول في حاجه الناس ما تعرفهاش
أن الموضوع في البداية ما كانش بيني وبين ياسين، بينيني ومهدي. تمام، ما نلومش ياسين بكل لأنه أخوه المهدي، فهمتني؟ فخر الحلقة. اللي نعرف أنا أنك لو المهدي تعاركوا في الموضوع ما هوش معقول، الموضوع كبير. تمام، لو الموضوع معقول أنا متأكد أن ياسين مش هيتدخل في الموضوع، لأنه يعرف أنه ومهدي أصحاب أصحاب هلبة. في حاجة أخرى أنا نعرف أنك أنت ومهدي تعاركوا في الصبح تصاحبوا في الليل. لا الأمور طيبة، الأمور طيبة، لو لا مش أتكلم فيه، فهمتني؟ حياة سعيدة. فشن صار في الأول لما تعرفت أنا ومهدي؟ أمور طيبة أنا وياسين، حتى هدرزنا بعد أنا وياسين نفس الفترة هذه. بعدين لما كبر الموضوع صار في البداية الغلط من المهدي، زدت أنا كبرت الموضوع. جاء ياسين حط التاتش بتاعه زي ما يقولك حزلاوه ما عرفته، حط التاتش بتاعه. جيت أنا قعدت نكبر في الموضوع، ما ياسين يكبر في الموضوع. الحق مهدي تقدر تقول السبب الرئيسي في حلان الموضوع، جاني تدر مني من صفات الرجولة، أنا درت معاه الدنيئة، فبالتالي كلمته وهكي واحد ان انا اللي غلط. تحيه المهدي هلبة هلبة وياسين اخوتي، فهمتني؟ يصير الغلط وصار هو، لكن الحمد لله بالناس الطيبه وبالمواقف تقعد مع الوقت، فهمتني؟ بالناس الطيبه حتى الناس اللي محيطه بينا في هلبة ناس جتني نديروا وقالوا وبرضو نفس ناس جتهم وهكي واحد، بس في ناس أكثرهم أظن تبي تحل الموضوع، كانت من أكثرهم ربيع، ربيع شنابة، أحمد الشعافي، وخالد. تحياتنا لما جو طرابلس قولي في الموضوع هل بقعد يظنوا علي؟ أحمد يا أخي ينبدو مقامزين متلفتك متكنطي ياسين متلفت خيركم زي الدراير ومش عارف شيء يقدر يبصر، فهمتني؟ ممكن كان من أكبر الأسباب. والله هذه حاجة كويسة وتفرح في السين الليبي ان رابرز يخشوا يتوسطوا بالخير بين رابرز. لا اسمع، رد حتى الفتره اللي كنا متعاركين فيها انا نضمن لك في 100% لو انا مقامز خطم قدامي ياسين او مهدي كنت حنضنا تعاركه معه، بس لو انا خاطم نلقاهم يتعاركوا حنوقف معهم. اي طبعا، قصدي في حاجه تخليك تتعارك مع الشخص مش ما تخليكش تنسى الحاجات الكويسه. حمزه بصدق مبسوط بك بالانترفيو هذا. اكيد حتى انا شكرا انك انت كنت نفس الاشاره ليك ضيف، ونتمنى ان احنا نكون كنا خفاف عليك. أكيد. وان شاء الله نشوفك في حاجات دي، لكن ماشي تمشي في يعني نتمنى نشوفك في فرص اخرى، وان شاء الله اكيد هذه مش اول حاجه بيننا، واكيد حيكون في تعاون بيننا قريب. استنوا البوم حمزه قاعد يخدم عليه البوم الصيف ان شاء الله. سؤال قبل ما ننهي الحلقه، هل حنشوفوا تعاونات في الألبوم بتاعك؟ وهل التعاونات بتاعك محلية بس ولا في حتى على مستوى عربي؟ والله أسمع في عربيا ومحليا طبعا بالدرجة الأولى. أوكي. وأنا مركز على المحلي هلبة، لأن عندي هلبة أصحاب وناس حتى مش أصحاب تغني كويس وتقول مليح. أوكي. عندي معهم شغل متأجل. فكلنا بنديره في الألبوم هذا، لأن الألبوم هذا حنعطيه حقه. تركات هذه حرام. أحلام. على اسم أمي. أحلام. تحياتي أكيد. شو سبب اختيار الاسم؟ أنا ديما في حاجة نحط في أمي في فرج المدفع، فهمتني؟ أول حاجة نفكر فيها أمي، يا أمي شو ندير؟ يا أمي. يا ربي يخلي لك إن شاء الله يا رب أجمعين. باهي بالنسبة لل يعني الهوية بتاع الألبوم وين ماشي أكثر كمواضيع؟ والله الألبوم ميكس ما فيش شيء هوية معينة، بس أغلبيتها في أمل، في أمل الموضوع شخصي بيغير، شخصي يتطرق لمواضيع ما هو مش فيها، شخصي زي ما نقول نغير ناس، نغير أتبا، نغير سمعة، نغير لك. بحكم أنه في موجة تراكات حب بشكل كبير نشوفه فيهم في الراب الليبي الفترة الأخيرة، صح هل حنشوفه تراك حب في ألبوم؟ والله أحلام ما نعرفش، ما نظنش بهاي، بس أنا الفترة اللي فاتت والله هدرست مع علو في الموضوع، فهمتني؟ قلت له نبغى نديروا حاجة هيك، قال لي مش وقتها، وفعلا هي مش وقتها. تمام، بس من كتر ما أنا حاب الموضوع قلت لأي حد يجيك بيسجل تراك تلقى الميلودي متاعها حلوة، الفلو متاعها حلو، وكلامه هيك ضيف شوية ليركلي مع احترامي، كلمني يعني نبي نكتب لي حد. وتواصلت مع ناس وكتبت لهم، وما زال بس ما فيش شيء يطلع على الشاشة. ما نعرفش هل بعدين هم يبوا يكتبوا الليرك ولا لا. أنا واخد حقي الحق، أمور طيبة. بس حبيت الموضوع، هنكتب في جديد
جميل جدا، تحياتي لك حمزة، منور على قبول الاستضافة، وان شاء الله نشوفك في فرص احسن من هيك بواجه ان شاء الله ان شاء الله. وتحياتي لجمهورك، كلمة اخيرة لك لجمهورك. والله اخر كلمة ان ما فيش كلمة، خلاص هذا هو. هاي تشاو، نمشي فريستايل توا. هاي يا ويل 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 ار جي ار جي ار جي. ما كنت شكي والقلب مشكي كان، وقت هكي يبي ونقعد ديما نحب الزمان. شن هو زمان بالنسبة لي؟ كابوس لا حلو، ما هوش كابوس، كانوا ما ينضفوا.